أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. آخر جمعة من شهر رمضان، كثيرا من المؤمنين بعد ليلة القدر الثالثة يحصل عندهم نوع فتور وضعف عن أداء المستحبات في شهر رمضان. لكن يلزم أن نعلم أن شهر رمضان لا زال باقيا، تضاعف الأعمال في شهر رمضان لا زال مستمرا إلى آخر لحظة من هذا الشهر المبارك. يعني الفرصة الذهبية لا زالت. هناك كلمة، هذه الكلمة تعد من المفاتيح في جوانب عديدة، بل لعلي أقول كثيرة من حياة البشر، من حياة كل إنسان. هذه الكلمة هي تركيز التوجه. هذه الكلمة مهمة في بعد نفسي، في العديد من الأمراض النفسية هذه الكلمة تستخدم، في تربية الأولاد هذه الكلمة تعد من المفاتيح، في تعلم أي إنسان لأي علم هذه الكلمة تعد مهمة، وأبعاد، أبعاد عديدة، لا لعلي أقول أبعاد كثيرة من حياة البشر هذه الكلمة مهمة، ومن جملتها البعد المعنوي الروحي الإلهي. لاحظوا، الشخص عندما يكون تركيز ذهنه
على شيء، ينتبه إلى أمور في ذلك البعد قد يغفل عنها عامة الناس. شخص بائع للذهب جالس في صالة كبيرة، في الصالة أثاث، أنواع من الأثاث، في الصالة يوجد عدد من الناس، يلتفت إلى وجود قطعة ذهبية في الزاوية الفلانية من الصالة، قطعة ذهبية صغيرة ينتبه إليها، وعامة الناس أصلا لا يرونها، هو ينتبه إليها ويعرف لعله أحيانا أنها من أي نوع من أنواع الذهب، درجة صفاء خلوص الذهب كم، تركيز الذهن على الذهب. نجار جالس في مكان ينتبه إلى قطعة خشبية صغيرة في زاوية، يعرف هذه القطعة الخشبية كيف صنعت، والآخرون الجالسون أصلا لا يرون هذه القطعة الذهبية الصغيرة، قطعة الخشبية الصغيرة. شخص عامل في مصنع خيوط، ربما تكون القضية واقعية كما ربما يدعى، عامل في مصنع خيوط، أنواع الخيوط تصنع في هذا المعمل، تأتي له بطبق طعام منوع بروائح طيبة بألوان جميلة جذابة، طبق غالي، كذا عدد من أنواع الأطعمة، الذي يلفت انتباه هذا العامل في مصنع الخيوط قطعة صغيرة من الخيط لفت بها قدم الطير الموجود المشوي في الطعام. الطعام يسوى ما يسوى من الأموال، هذه القطعة الصغيرة من الخيط لعله لا يسوى فلسا واحدا، هو ينتبه إلى هذا الخيط. فقيه جالس في مجمع فيه ضوضاء، هذا يتكلم مع ذاك، ذاك يتكلم مع هذا، مجلس هو أيضا مشغول بالتكلم مع شخص، مرة شخص يقول كلمة، مصطلح فقهي، مصطلح في أصول الفقه، مثلا يقول استصحاب الكلي القسم الثاني، ينتبه، أصلا الناس ما سمعوا الكلمة، هذا سمع وانتبه. ما القضية؟ هذا جاء بهذا المصطلح. الطبيب الحاذق الذي تركز توجه ذهنه إلى الطب نفس الشيء، يسمع مصطلح طبي مركز ينتبه. يا أخي هذا الطبيب، ذاك الفقيه وأمثالهم، ما عنده قوة سمع أشد من بقية الناس، لماذا الناس ما سمعوا أصلا الكلمة؟ هذا سمع، انتبه، عرف. تركيز وتوجه الذهن إلى هذا العلم. والأمثلة كثيرة لا تنتهي أصلا لكثرتها. هذا التركيز في توجه الذهن من الممكن أن الإنسان يصنعه في المعنويات، في الإلهيات،
في الروحانيات. الأعمال المستحبة التي يأتي بها المؤمن في أي وقت، في شهر رمضان هناك تركيز على الأعمال المستحبة، من جملة آثارها صناعة هذا التركيز النفسي أو الذهني أو الروحي. وهذا يكشف لنا بعدا من أبعاد تلك الفضيلة العظيمة العلوية التي ذكرها القرآن الكريم في آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في أثناء الصلاة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجد أن سائلا دخل طلب، مد يده الشريفة ليأخذ السائل الخاتم، نزلت هذه الآية، هذه التي تعد من أعظم مدائح الله سبحانه وتعالى للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. ويأتي جاهل ناصبي يقول هذا ليس فيه مدح، لأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انتبه عن الصلاة، ذهنه راح عن الصلاة، توجه إلى هذا المسكين. أولا هذا بصريح العبارة بكل وضوح إشكال على الله سبحانه وتعالى، هذا ليس إشكالا على المولى وليس إشكالا على الشيعة. نحن أنزلنا هذه الآية في مدح أمير المؤمنين؟ لا، الله عز وجل أنزل، الله مدح، هو يقول هذا الرجل يقول لا هذا ليس فيه مدح، عجيب، إشكال على الله. قل لله سبحانه وتعالى لماذا مدحت أمير المؤمنين بهذا المدح الكبير؟ الله عز وجل في هذه الآية في هذه القضية جعل ولاية أمير المؤمنين في سياق ولاية الله، الله أكبر، هذه كلمة جدا عجيبة، طبعا تحتاج إلى تفسير، الآن لست بصدد التفسير، بأي تفسير نفسر؟ بالنتيجة الله عز وجل جعل ولاية أمير المؤمنين في سياق ولاية الله وولاية رسول الله، يعني من أعظم المدائح لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. أن تقول لله لماذا مدح؟ لهذا أقول جاهل ناصبي، لو لم يكن جاهلا لا يشكل هذا الإشكال، لو لم يكن ناصبيا لا يشكل على الله سبحانه وتعالى. جاهل ناصبي جمع بين أمرين، هذا أولا، الذي مدح هو الله سبحانه وتعالى استشكل على الله. ثانيا ثالثا رابعا لا علي، لا أريد أن أجيب هذا الإشكال، كلامنا عن بعد البعد الخاص في القضية. من جملة الأجوبة أنا وأمثالي قد نتوجه في الصلاة إلى الصلاة، بعبارة أخرى الصلاة تصبح غاية، وهذا أكبر خطأ، الصلاة ليست غاية، الذي تركيز توجه ذهنه وروحه إلى الله سبحانه وتعالى يدرك عظمة هذا الموقف. الصلاة ليست غاية، الصلاة لأنها مرتبطة بالله، بحب الله، بحب ما يحبه الله، نأتي بها، نحبها. الأساس ليست الصلاة، الأساس حب الله، الأساس حب ما يحبه الله سبحانه وتعالى.
الإنفاق على المسكين يحبه الله سبحانه وتعالى أم لا؟ بديهي نعم. في أثناء الصلاة شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، أمير المؤمنين لا يغفل عن ذلك الشيء في أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة، لا فرق. تركيز أمير المؤمنين حب الله، حب ما يحبه الله سبحانه وتعالى في أي حال. الآن الله عز وجل ماذا يحب من أمير المؤمنين؟ ماذا يريد من أمير المؤمنين؟ يحب مساعدة هذا المسكين؟ نعم. خلاص، الشخص الذي، لاحظوا إخواني هذه الرواية سمعتموها، النبي صلى الله عليه وآله في أثناء الصلاة يسمع صوت بكاء طفل فيسرع في صلاته. عجيب، النبي صلى الله عليه وآله توجهه خرج من الصلاة. توجه النبي أساسا ليس في الصلاة في الله، توجه النبي صلى الله عليه وآله أساسا فيما يحبه الله. أي شيء إذا كان الذهن موجها مركزا في توجيهه على بعد يلتفت إلى كل أبعاد ذلك الموضوع، ذلك الشيء، أي شيء يصب في ذلك البعد. لكن ماذا نصنع؟ كما قل جاهل ناصبي لا يفهم هذه المعادلة ولا يفهم أن إشكاله، أو يفهم لا أعلم، إشكاله على الله عز وجل. لا علينا، نرجع لموضوعنا، تركيز التوجه. هذه المستحبات التي يأتي بها الإنسان، لاحظوا إخواني، الشخص، هذه قاعدة عامة، لا لعله لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الشاذ من الناس، المشكلة يلزم أن تكون في النفس حتى يشذ عن هذه القاعدة، قاعدة عامة، الذي يهتم بالمستحبات في بعد تكون الواجبات في ذلك البعد بديهية له، يعني الذي يهتم بالصلوات المستحبة الصلاة الواجبة تكون عنده بديهية، الذي يهتم بالإنفاق يهتم حقيقة، يهمه تركيزه على الإنفاق المستحب، الإنفاق الواجب يكون عنده بديهيا، وهذا ما يقسم ظهر الشيطان، هذا ما يكسر رقبة الشيطان. الشيطان يريد أن يخرج الشخص من أداء الواجبات، هذا أهم مراد الشيطان، أهم مطلب الشيطان من الإنسان ما هو؟ أن يبعده عن الواجبات، أن يوقعه في المحرمات. فإذا أصبحت الواجبات بديهية هذا صعب على الشيطان جدا، أداء المستحبات، التركيز على المستحبات في كل بعد، طبعا كل بعد يختلف عن البعد الآخر، التركيز على المستحبات في كل بعد يجعل واجبات ذلك البعد بديهية. هذا من آثار تركيز التوجيه أو التوجه. أداء المستحبات، طبعا المستحبات تبقى دائما مستحبات؟ لا، قد تتبدل إلى واجبات بمقدار. ليلة أمس كنت أتابع مجلس لأحد مراجع التقليد دام الله ظله الشريف، بث مباشر كان عندهم، طرحت مسألة وهي أن مقدار من المستحبات أداؤها يكون مقدمة وجود لبعض الواجبات المطلقة، فتصبح تلك المستحبات واجبات عقلا. يعني ماذا؟ الواجبات بعضها واجبات مشروطة، غير الشروط العامة مثل التكليف والعقل، لا غير هذه الشروط، بعض الواجبات مشروط وجوبها
ببعض الشروط. مثلا الحج، الحج واجب مشروط، مشروط بالاستطاعة، يعني الحج لا يكون واجبا، وجوبه مشروط بالاستطاعة، هذا يسمى واجب مشروط. في المقابل هناك واجبات مطلقة وجوبها ليس مشروطا بشرط غير الشروط العامة، مثلا الصلاة، الصلاة وجوبها مشروط بشرط؟ لا. صحتها مشروطة بالوضوء، صحتها لا وجوبها. يحين وقت أذان الظهر، الآن صلاة الظهر تكون واجبة، واجبة بشرط معين؟ لا، واجب، واجب على كل مكلف. هذا يسمى بالواجب المطلق الذي وجوبه ليس مشروطا. مقدمة وجود هكذا واجبات، يعني الأمور التي تحقق هذا الواجب، تلك المقدمات تكون واجبة عقلا، تسمى مقدمة الوجود للواجب المطلق. هناك واجب من الواجبات المطلقة، التقوى، التقوى من الواجبات المطلقة، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى واجب مشروط بشرط؟ لا، التقوى من الواجبات على كل الناس، هذا الذي يسمى بتهذيب النفس، يسمى بتسميات أخرى، واجب مطلق من الواجبات المطلقة، يجب على الإنسان أن يحقق هذا الواجب. كيف يحقق الإنسان التقوى؟ كيف يحقق الإنسان تهذيب النفس؟ إحدى الأمور المقدمية مقدمة وجود، يعني تحقق هذا الواجب، بعض المستحبات، مقدار من المستحبات، مقدار من الصلوات، مقدار من الأذكار، مقدار من الأدعية، هذه من الأمور التي تحقق التقوى في النفس، تكون واجبة أم تبقى مستحبة؟ تكون واجبة وجوبا عقليا طبعا، وجوب مقدمة الوجود وجوب عقلي، هذا واجب، واجب عقلي، نعم واجب. فالمستحبات لا نتصور أنها لا، هذا مستحب، نعم هذا مستحب، مقدار من المستحبات يلزم أن أأتي بها مقدمة لواجب مطلق وهو تهذيب النفس أو التقوى. هذا الموضوع إلى هذا الحد نتركه الآن. كان بودي أن نتحدث كليا اليوم، يعني كل حديثنا يدور عن موضوع مرتبط بحياة المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يهمنا في حياتنا اليومية. تركت ذلك الموضوع إن شاء الله لوقت آخر. أختم كلامي بمقطع من حديث شريف. هناك خطبة للمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خطبة مطولة أروع من الرائع، يعني حقا إنها رائعة، رائعة جدا. مقطع من هذه الخطبة أقرأه لكم وأنهي به حديثنا. يقول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة، في هذه الخطبة بعض فضائله، بعض مناقبه مذكورة، بعض قطرة من بحر طبعا، ولكن الخطبة جدا رائعة والمطالب التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه عظيمة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام أنا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم، اجعلوا خطا تحت هذه الكلمة، في ابتداء خلقكم. الإمام يقول احتج، هذه كلمات تحتاج إلى شرح، لا علي بشرحها الآن. والله إني لديان الناس يوم القيامة، يوم الدين، كلمة ديان شرحناها سابقا. أنا، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام، أنا قسيم الله بين الجنة والنار يوم القيامة، لا يدخلها، في بعض النسخ لا يدخلهما داخل إلا على أحد قسمي، أنا أقسم، وإلي تزويج أهل الجنة.
في هذا الجانب. الجانب الآخر: وإلي عذاب أهل النار وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم الذي أفرق بين الحق والباطل، وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدي عمن كان قبلي، لا يتقدمني أحد إلا، لا وإلا حصر، لا يتقدمني أحد إلا أحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فقط واحد، فقط. وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعو باسمه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جدا جميلة وجدا عميقة هذه الكلمة. ولقد أقر لي جميع الملائكة والروح والأنبياء والرسل والأوصياء بمثل ما أقروا به لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حملت، الله عز وجل لعله المعنى، الله عز وجل حملني، واجب تكليف، ولقد حملت على مثل حمولة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهي حمولة الرب سبحانه، ما يفوتني ما عمله رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا ما طلب، ولا يعزب علي ما دب ودرج، وما هبط وما عرج، وما غسق ومن فرج. وإن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ليدعى فيكسى، ويستنطق فينطق، ثم أدعى فأكسى، وأستنطق فأنطق على حد منطقه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولقد أعطيت خصالا لم يعطها أحد قبلي سوى النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم سرد الإمام عليه الصلاة والسلام مجموعة من تلك الخصال التي أعطي ولم يعطى تلك الخصال إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم بأمير المؤمنين بمقامه العظيم، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.